مشروعي هو تفريج كرب المسلمين بصفة عامة وإيواء المحتاجين بصفة خاصة، فهي أكثر الأشياء التي تشعرني بقيمتي كإنسان خلق الله على وجه الأرض. فما أجمل وأنبل أن يجد الإنسان منزلا يأويه. بفضل الله وبحمده قدرني الله سبحانه وتعالى مع فاعل الخير على مدار أكثر من 30 عام على مساعدة فوق 1500 عائلة بتكلفة تبلغ حوالي 35 مليون إلى 40 مليون ريال سعودي، ما بين ترميم المنازلهم المتهالكة وشراء منازل لهم، ليس في السعودية فقط بل في جميع الدول العربية. إذا أردت أن تفعل خيرا ولا تملك المال، ابتسم في وجه أخيك فإنها صدقة.